حين يصبح الإهمال وسوء التسيير في المستشفيات سيد الموقف، فإن النتيجة حتماً ستكون كارثية، وثمنها هو إزهاق روح الأبرياء. هنا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بحفص محمد بمسكينة التابعة لأم البواقي، سجلت حالة وفاة أخرى لأم حامل بتوأمين. لحقت هنا للصال ديرجونس، ما با الطبيبة هنا قلبتها ولا شافتها، قالت لها اطلعي ديريكت لا ماترنيتي. جينا نضربوا على البرونكار باش نهزوا المخلوقه تاعي، البرونكار مكسر. زدنا رحنا قدمنا البلوك تاع لا ماترنيتي، لاسانسير لقينا نفتح ما كانش، ما نعرفو نتخبى نفتح. بذرالة طلعنا الزوجه تاعي، الوقت اللي لحقت لا ماترنيتي المصيبه الكبيره فما هو انه الباب ما جاو يحلوا الباب واحد ل 15 دقيقة باش جاو هنا حلوا عليا الباب. كي حلت لاساج فام الكلمة الأخرى جابتها الأولى، قالت لهم أنتم راح نخدموا عندكم على ما تهزش مرتك تديها للبريفي. فرحة الزوج تحولت إلى حزن، فقد في يوم واحد ولدين لم يكتب لهما رؤية العالم، وزوجة في مقتبل العمر رحلت تاركة وراءها طفلين آخرين يتيمين. راهو سموه رواق الموت، راهي كارثه كبيره. المرايح 2014 هذه راهو في ظرف شهرين زوج نسالي ماتوا وبلاشي الاولاد الصغار. مرا مات ليله العيد، داو معاها ساج فام نزلت في عين البيضه راح تقضي حاجتها، قالت العيد في داري، والمراه ميته عندها في الامبيلونس. شكاوى عديده رفعها الزوج للسلطات، عل وعسى تاخذ العداله مجراها ويحاسب المذنبون، غير أن ذلك لم ينفع. رفعت دعوة قضائية لدى وكيل الجمهورية دا محكمة مسكانة هنا في السبيطار، وشاروا لي حق راهو ضرب المرأة تاعي وجابها في كوما. صح سيدي يا أخي، ضربت المرأة تاعي، علاه ما يرضعش هنا ما عادش البوليسية يقول لك راهي عندي حالة تاع ضرب، واحد ضرب مرته جابها هنا الكوما. الإهمال وسوء التسيير أضحى فيروس قاتل يجتاح قطاع الصحة ويفتك بأرواح الأبرياء، فأين مسؤولي القطاع من كل هذا؟